النهارده بيوافق اليوم العالمي للكتاب، وده اليوم اللي خصصته منظمة اليونسكو عشان تكرم المؤلفين والكتاب من جميع أنحاء العالم على جهودهم في نشر العلم والثقافة والمعرفة وتشجيع الجميع وخصوصا الشباب عشان يكتشفوا متعة القراءة في حياتهم. يا هديل، صحيح يا شاذلي، ويمكن نسبة كبيرة من الشباب في العالم مش عارفين أهمية القراية في حياتنا. الحقيقة أن القراية بتساعدنا طول الوقت على أننا نوسع عقولنا وبتدينا أفكار وخبرات جديدة نقدر نطبقها في حياتنا الشخصية والعملية والاجتماعية. وبمناسبة بقى كده هدير، أن النهاردة اليوم العالمي للكتاب، عايز أقول لكم أن في دراسات علمية أثبتت أن القراية بتخلي العقول شابة وصحية. يعني مثلا دراسة من الدراسات العلمية قالت أن القراية الكتير طبعا بتساعد الإنسان أن يكون عنده وقاية من كتير من الأمراض وخاصة الزهايمر. هذه صحيح، وكمان مش بس كده، القراية كمان بتعلمك مفردات جديدة وبتستوعب من خلالها مفاهيم أجدد وبتمرن دماغك طول الوقت على التركيز وعلى الإبداع. وهنا الحقيقة كل ما كان عندك شغف بالقراية كل ما هيكون فيه أفكار أكتر هتقدر أنك تنفذها بمنتهى السلاسة والسهولة خلال مشوارك المهني والعملي كمان في حياتك. علشان كده شاعرنا العظيم أحمد شوقي قال: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتاب. بكل تأكيد القراية والاطلاع في حياة الإنسان بشكل عام هدير هيقدر يصنع جيل واعي، جيل قادر على الابتكار والإبداع، قادر أنه يفكر، قادر أنه يطور من نفسه. وده يخلينا نكثف نشاطنا كأسرة بقى في البيت ونعلم أولادنا وأطفالنا أهمية القراية والاطلاع، نبتدي واحدة واحدة كده مع أولادنا. صحيح، وده لازم يبتدي من جوه البيوت. مسألة الاهتمام بالقراية واحدة من أهم الأنشطة اللي ممكن يعني كأم تشجعي بيها أطفالك وتقضوا وقت مع بعض في مسألة القراية، لأنه ده هيخلي الموضوع يدخل في دايرة اهتماماتهم، إنهم يلاقوا إن الكلام ده بيتعمل جوه البيت والأم نفسها بتعمله والأب بيعمله، لكن مش كل واحد ماسك تليفونه وقاعد على السوشيال ميديا أو مثلا هم كمان بيبقوا ماسكين التليفونات يلعبوا جيمز. لا، مسألة الكتاب أكيد هتكون نافعة ليهم في مستقبلهم وفي توسيع مداركهم بالتأكيد أكتر كتير من مسألة اللعب والسوشيال ميديا. اللعب مهم وإن هم يتبسطوا ويقضوا وقت كمان مهم يمتعهم، لكن كمان لازم نعلمهم إن القراية نفسها متعة، القراية نفسها ممكن ترفه عن نفسك من خلال الكتاب. كل تأكيد، وده كمان اللي هيساعده هدير إنه يبني شخصيته إنه يكون شخص ناجح واستثنائي في المجتمع اللي عايش فيه. الكتاب تكلفته بسيطة، يعني الكتب في متناول الجميع وتكلفتها بسيطة. إيه المشكلة لو خصصنا وقت بقى كآباء وأمهات في اليوم للقراية؟ نقفل كده كلنا تليفوناتنا هدير، ونقول خلاص احنا هنقفل التليفونات ونخصص وقت للقرايه ونقول لهم جه وقت القرايه. صحيح، لان هم لازم يشوفونا بنعمل كده، مش بس بنقول لهم اقروا او قريتوا ايه النهارده. صباح على حضراتكم في كل مكان، صباح الخير يا مصر.